امتداد لفرص الأمطار نحو الرياض، وأيضا تنبيه من تشكل عواصف رملية وتنبيه من السيول في بعض المناطق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا من المتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها المملكة بمشيئة الله خلال الأيام الخميس والجمعة، وبالنظر إلى خرائط هطولات الأمطار الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أنه مع ساعات ظهر يوم الخميس تكون هناك فرص للأمطار في مناطق مثل حائل وبريدة وأيضا بعض أجزاء من مكة المكرمة والطائف، ولكن مع مرور الوقت نجد أن هذه الرقعة المطرية قد تتسع وتصبح وتصل لتغطي أغلب المناطق من شمال وشرق ووسط المملكة بمشيئة الله. لذلك ستكون هنالك اشتداد لحالة عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات نهار يوم الخميس بمشيئة الله. وبالنظر إلى سرعة هبات الرياح، نجد أن المناطق التي ستكون فيها سحب ركامية رعدية أيضا ستشتد فيها سرعة الرياح. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق مثل المناطق الشرقية والشمالية وأغلب المناطق التي تتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث يكون هنالك احتمال لزخات من الأمطار. درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 25 كيلومتر في الساعة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، حيث يوم الخميس والجمعة هنالك احتمال لزخات من الأمطار، تكون درجة الحرارة ما بين 31 إلى 29 نهارا. أما ليلا يوم الخميس متوقع أن تكون هذه الزخات رعدية لتصل درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية. أما يوم الجمعة أيضا تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية مع زخات أمطار عادية. أما يوم السبت فتكون الأجواء صافية نوعا ما لتكون نهارا 33 درجة مئوية وليلا إلى 24 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في عامة مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا. هنالك فرصة لزخات أمطار رعدية، تكون درجة الحرارة نهارا 32 درجة مئوية وليلا 20 درجة مئوية، كذلك الأمر في عرعر. أما في تبوك الأجواء صافية لتكون 34 درجة مئوية إلى 14 درجة ليلا. في مكة المكرمة تكون درجة الحرارة من 38 إلى 24 ليلا، في الطائف من 25 إلى 16، في المدينة المنورة من 34 إلى 25 درجة مئوية، وفي جدة من 34 إلى 23 درجة مئوية ليلا. في أبها فرص لأمطار رعدية من 24 إلى 14، وفي الباحة أيضا 19 إلى 14 درجة مئوية مع وجود لفرص زخات أمطار رعدية. أما في جازان الأجواء صافية من 35 إلى 29 درجة مئوية ليلا. في الدمام من 34 إلى 26، في الإحساء من 37 إلى 24، وفي حفر الباطن هنالك وجود لفرص لزخات أمطار، تكون درجة الحرارة من 29 إلى 21 درجة مئوية ليلا. في الرياض من 31 إلى 22 مع فرص لأمطار، في بريدة زخات أمطار رعدية من 24 إلى 19، وفي حائل كذلك الأمر من 23 إلى 17 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.